السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعضاء ومتابعين قناة زي الإشارات ما بتقول، تحياتي لكم جميعا. مش هطول عليك وهنبدأ نشرح الفيديو ده مع بعض كده. احنا نزلنا كتير قبل كده فيديوهات شبه ده، بس المرة دي هنبدأ نتكلم عنه ونشرح ونقول هل ده كذب أو غير كذب. تابع معايا أول حاجة، وأول ملاحظة في الموضوع هم درج السلم. عد معايا كده درج السلم، هتلاقيه 6 درجات. تاني حاجة، وهي أكتر الحاجات اللي تثبت لك إن الموضوع ده شنك، الناس اللي بتجري ورا المواضيع ديت حرام عليكم، هو إن الرموز والإله والآلهة والحاجات اللي بيبقوا راسمينها أو ناقشينها أو كاتبينها يستحيل تلاقيها منقوشة على مكان بينداس عليه بالرجل. ده رقم 1. ليه؟ لأن الحاجات دي كلها مقدسة عندهم، سواء الكتابة، سواء رسم للآلهة، سواء رسم لأي شخص فيهم، وإلا كانوا عملهم زينهم أرضيات المعابد والمقابر والكلام ده كله بأرضيات زي كده، وكتبوا مناقشهم وعملوا عليها كل حاجة. تاني حاجة قدام حضرتك اهوت، إن ده عجنات أسمنتية حديثة حديثة وليست قديمة، حتى الأواني الفخارية اللي موجودة هي حديثة حديثة بالفعل، أو جاية من مكان اسمه تل ومحطوطة في المكان ده، حتى الرديم. وحتى لو طلعت ناس برضو إن هي تأكد إن المكان ده سليم والكلام ده، وإن كان أصلا المكان سليم فهو معاد استخدامه بطريقة معينة تانية. تمام كده، واللي هيظهر قدامك دلوقتي في النقوش هيأكد كلامنا عليه. بس دي نصيحة للناس اللي بتجري وفاكرة ان هي في اماكن صحيح زي دي موجودة، ولو حتى في اماكن هل فعلا ممكن يصور الكلام ده، هل ممكن يعمل الكلام ده فعلا؟ استحالة يعملش الكلام ده، ولا يقدر يصور ولا يقدر يبعته لحد بالطريقة دي، وده كلها اواني فخارية حديثة وليست قديمة. رقم 1، والنقوشات اللي موجودة عليها مضروبة كلها بالفعل، هيت عفوا مضروبة، وزي ما انت شايف قدام حضرتك كده، ادي كل النقوشات اهيت، تقريبا كاتب ال ام باين ولا ايه، مش فاهم انا هو كاتب ايه اصلا. ده اللي قدامك مقبرة غير فرعونية ومضروبة، وده بتبقى فخ لمعظم الناس اللي بتجري ورا حلم الثراء الفاحش بالطريقة دي، والناس اللي غاوية تجري ورا الشيوخ، والناس اللي غاوية تجري ورا الأماكن اللي زي دي. فنصيحة مني ليكم، ابعد عن الكلام ده كله. هناخده بقى خطوة خطوة في الفيديو. دول 6 درج سلم. أولا درج السلم بيبقى عدد فردي، 3 5 7 9 11، وأقصى درج سلم اكتشفوه هو 23 23، وده في توت عنخ آمون. أكتر من كده ما اكتشفوش. درج السلم بيبقى عدد فردي، غير الأبيار بتبقى أعمقها عدد زوجي، كل حاجة وليها دلالتها. قدام حضرتك اهو في الفيديو النقوش والتفاصيل كلها ليس لها معنى ولا حتى واضح، هل ده بومة، هل ده رع، هل ده إله، هل ده ايه، هل هو بيقدم القرابين، هل بيوصف نفسه ايه، مفيش اي حاجة واضحة نهائي. حتى الثعبان اللي المفروض يبقوا ثعبان او تعبان زي ما بنقوله، مش واضح ومش مكتوب صحيح، وهو بس عامل على هيئة خراطيش وكاتب فيها اي حروف واي حاجة. قدام حضرتك الشمس اهيت، واللي هي المفروض بيمثل الاله رع، وكل النقوشات دي مضروبة مضروبة وليست صحيحة، مفيش درج سلم او مفيش درج سلم ممكن ينكتب عليه. الحاجة دي لا بتتنقش على حاجة بينداس عليها زي درج السلم، او بتبقى على سطح مقبرة من فوق زي ما بيفهموك انك ممكن تنزل على السطح المقبرة او سقف المقبره تلاقيه منقوش عليه والكلام ده، وفي بعض الاسر عملت وتطبط كل ده، ما الا نصب او اداه نصب ان هم ينصبوا على الناس اللي بتدور على موضوع الثراء الفاحش. حتى الاواني الفخاريه زي ما قلت لك اهي ليست قديمه فعلا، حتى يعني باينه وواضحه، واضحه من نفس الخامه والنوعيه، ليست قديمه بالفعل، ولا هي كانت اصلا مدفونه او جايه من مكان. وده لو اثبت ان هي فعلا قديمه، فهي بتكون جايه يا اما النوعيه دي بالذات يا بتكون في التلول يا بتكون في داخل الابيار.
مش بتكون قدام غرف الدفن أو الكلام ده. حتى مدخل الباب يعني لا عرضه ولا طوله يسمح بدخول بدخول التوابيت أو الأحجام الكبيرة. فنصيحة من الناس أو نصيحة مني للناس اللي بتجري ورا الكلام ده وهالتصوير، وأنا عندي جهة تشيل، وأنا عندي ناس تأمن، وأنا عندي الكلام ده، مفيش. وهتضيع عمرك كله ورا الكذب ده ورا الكلام ده كله، مش هتوصل لحاجة، وهتضيع حياتك وهتضيع مستقبلك، لأن ده كده القانون يحاسبك عليها إنك بتتاجر في الآثار، وبالذات كمان إن هي مضروبة، فيبقى ده تجارة ونصب على الناس ووهم الناس إنك بتتاجر في حاجة زي دي. جماعة مفيش حاجة زي كده. ولو فاكر إنك ممكن تقعد على قهوة أو في البيت أو قاعد في أي حتة وماسك التليفون ويبعت لي فيديو وأنا هبعت لك فيديو ومكاني موجود وتعالى هات لي الدكتور والكلام ده، كل ده نصب. والدكتور يا إما يتابعك ومش فاهم وهيروح يبيعك هناك، يا إما تبعهم وبرضه هيبيعك هناك ويقولك إن الحاجة سليمة والمكان موجود، وتبدأ بقى تخش على لعب الشروط وسيب مش عارف كام ألف ومية ألف ومتين ألف، والدكتور اتحرك والفلوس رجعت، والأفلام اللي احنا بنسمعها والناس اللي بتطلع تصوت على السوشيال ميديا بالكامل أو على منصات السوشيال ميديا بالكامل وبتقول الحقونا بيوتنا اتخربت احنا مش عارف قالولنا، والفلوس اتاخدت منه، اللي اتاخد منه 3 مليون جنيه، واللي اتاخد منه 2 مليون جنيه، واللي اتاخد منه 800 ألف، والكلام اللي احنا بنسمعه ده. فده نصيحة لكل باحث وكل منقب وكل مهتم بموضوع الآثار، اوعى تجري ورا الأماكن اللي زي دي أو تديهم فرصة إن هم يلعبوا بالناس كلها، أو تجري ورا القطع. وعندي قطعة وفي حتتين وتلاتة وأربعة، هي نفس أسلوب القصة دي بالظبط. موضوع القطع هو نفس موضوع الأماكن المفتوحة، وتعالى هات دكتور وتعالى هات دكتورة، ويطلع في الآخر نصب والفلوس ما اتحركتش والجهة مش جاية وادفعوا لنا مش عارف ايه ونجيب جهاز والقفشة خانات دي كلها. ده أمر واقع والناس كلها شايفاه ومرت بيه وشافته وحضرته. نصيحة مني كشخص ونصيحة علمية، ابعدوا عن المواضيع ده، لأن لو في فعلا حاجة زي دي موجودة كان زمانها بالفعل اتباعت أو جه صاحب نصيبها وخدها ومشي. وشكرا كده العملية، لا كان صور لك ولا صورت لي ولا بعت لي ولا بعت لك، كل ده ما إلا شغل نصب ولجر رجل الناس ومص دم الناس. يا رب أكون قدرت أوصل لكم معلومة، وإن شاء الله نحاول كل مرة في فيديوهات زي كده نشرح عليها بالظبط. تحياتي لكم جميعا، أنا أحمد سفاري زي الإشارات ما بتقول، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.